عاجل شاهد بالفيديو خسوف جزئي للقمر. في عدة دول عربية الآن شهد الوطن العربي خسوفا جزئيا ضعيفا للقمر في فجر يوم 18 سبتمبر أيلول 2024، حيث بدأ الخسوف في تمام الساعة 3:41 صباحا بتوقيت الدوحة، ووصل إلى ذروته في الساعة 5:44، ثم خرج القمر من ظل الأرض بحلول الساعة 6:15. نسبة الخسوف بلغت 3.5% من سطح القمر. والدول التي شهدت هذه الظاهرة هي الدول الغربية مثل ليبيا والمغرب، شهدت الخسوف بشكل كامل، والدول الشرقية مثل الجزيرة العربية ومصر والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر لم تتمكن من رصد هذه الظاهرة بسبب شروق الشمس. وخلال الخسوف بدأ وجه القمر وكأنه يتآكل تدريجيا ثم عاد ليكتمل مرة أخرى، وكانت هذه الظاهرة فرصة فريدة لمتابعة حركة القمر وتأثيره على المشهد الليلي. هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.